البثور السوداء دي شكوى منتشرة جدا، خصوصا في سن ما بعد البلوغ. السن ده بالنسبة للأطفال أو البنات بيبقى بنسب تقريبا شبه متساوية، وده بيبقى نتيجة إن بيحصل التهاب في الغدد الدهنية تحت تأثير الهرمونات بعد البلوغ، بيخلي الغدد الدهنية يحصل فيها نوع من أنواع السدد، ومع أقل نسبة تراب أو تعرق الغدد الدهنية بتقفل على اللون الأسود اللي بيدينا منظر البثور السوداء، أو زي ما بنسميه الروس السوداء. الروس السوداء انتشارها بيكون موجود في المناطق اللي بتكون منتشرة فيه الغدد الدهنية في الجسم، وأهم ثلاث مناطق هي الوجه، الرقبة، أو عفوا الصدر والظهر. الروس السوداء هل ممكن نتجنبها أو نحميها؟ أهم سبب إن احنا نتجنب حدوثها هو الاهتمام بالبشرة الدهنية. ما تخليش الطبقة الدهنية موجودة على جسمك خالص. باستمرار نستخدم المنظفات والكلينزرز اللي بتشتغل على الحاجات اللي زي دي، ونخلي الوش نقي باستمرار والمسام متفتحة بشكل مستمر. طيب لو حصل وجات، هل في ليها علاج؟ في ليها طرق مختلفة للعلاج. أول طريقة بنستخدم الكريمات المقشرة للغدد الدهنية. الكريمات دي بتتحط بشكل يومي، بتعمل على انها بتنظف المسام من الحاجات اللي هي عامله لها تلوث، بتعمل على انها بتشيل الطبقات السطحية من البثور السوداء بالتدريج. الطرق التانية، بعض الاحيان بنستخدم بعض انواع مضادات الحيوية. المضادات الحيوية دي بتبقى قيمتها مش انها بتموت الميكروب، لا، قيمتها انها مضادة للالتهاب، ولقينا انها بشكل كبير قوي بتقلل الحبوب اللي زي دي. اهم المضادات الحيوية دي عائلة التتراسايكلين. طيب لو المضادات الحيوية والمقشرات والمواد الكريمات الموضعية ما جابتش نتيجة، هل في حل؟ في الحالة دي بنضطر ندي اقراص الايزوتريتينوين مع استخدام المحاذير الكتير قوي للاقراص، واهمها ان احنا نطمن ان وظائف الكبد شغاله بشكل كويس قوي، صوره الدم طبيعيه عند المريض. المريض ده حتى مش او المريضه بالذات مش داخله على فترات حمل لو في جواز في سن مبكر او حاجات زي كده، لانه طبعا بيعمل تشوهات في الاجنه. طيب المشكلة الرئيسية في البثور السوداء مش وجودها، لأن وجودها مهما حصل هو مؤقت. المشكلة الرئيسية في الآثار الناتجة عنها، إنها في أحيان كتير بتسيب بقع أو بتسيب حفر. طيب علاج البقع والحفر دي، رقم واحد وأهم حاجة الوقاية منها بالعلاج المبكر من البثور السوداء. رقم اتنين، في طرق مختلفة جدا بنحاول نرجع الوجه لطبيعته، أهمها بعض انواع الليزر او الليزر الكربوني اللي هو بيحاول ان هو يشيل الحفر اللي زي دي. في العلاج عن طريق الابر اللي هو الديرما ابريجن، اجهزه الديرما رولر اللي هي شوكه الابر او الديرما بين، بنعمل للبقع وبرضه للحفر نوع من انواع التقشير الكيميائي بحيث ان هو يرجع البشره لطبيعتها.